I hope you good and happy. Hello everyone. I hope you good and fine. السلام الله عليكم تلاميذنا الأعزاء في سلسلة الدروس الثانية بكالوريا، واليوم مع الجزء الأول من درس Relative Adverbs. بعدما أنهينا كل أجزاء الدرس Relative Pronouns، today we are going to study say Relative Adverbs. Relative Adverbs يعني عندنا ثلاثة، غنقسمهم ثلاثة ديال الأجزاء: Where, When and Why. أوكي، وغن اليوم غادي نركزو على الرولاتيف ادفيرب where. Here we talk about place، يعني where متعلق بالمكان. اوكي، نا الذي فيه او التي فيها. اوكي، المكان الذي فيه اعيش او المكان الذي منه اشتريت كذا وكذا and so on. اوكي، يعني where هنا الفانكشن ديالها متعلقة بالمكان، the place. اوكي، let's get started with the definition of where. Where referring to a place. Full stop. يعني where كيدل سي عن المكان. نعطيو example. The restaurant where I usually have dinner is nice. That means I usually have dinner in the restaurant. In the restaurant. That's why we say the restaurant where I usually have dinner is nice. Okay. جملة تكون عندنا the restaurant is nice. I usually have dinner in the restaurant. يعني هنا هاد الريستورانت لعب دور ديال ظرف مكان. اوكي، in the restaurant. ديكشي قلنا the restaurant where I usually have dinner. يعني باش كنتاكد انا راه امتحان الوطني كيكون عندي مكان بطبيعه الحال قبل الفراغ، والجمله يعني كنتاكد من بعد هذيك in كذا وكذا ولا at كذا وكذا، يعني كنستعمل واحد preposition of place باش نتاكد من الجواب الصحيح. ولكن سي الامور جد سهله، انا امتحان الوطني دائما عندنا غير ملئ الفراغ، يعني غتكون الخدمه يعني سهله بواحد الشكل كبير جدا. اللي كيخصني نحضي معاه هو ان الرولاتيف ادفيرج راه ماشي هما الرولاتيف برونونس. اوكي، يعني كل واحد بوحده. بالنسبه لوير كيتعلق بمكان، يعني يكون عندنا قبل الفراغ يعني مكان، يعني يقدر يكون منزل او فندق او اسم مدينه او دوله او ما الى ذلك. اوكي، وبعد الفراغ غيكون عندنا السابجكت والفيرب والاوبجكت بطبيعه الحال، يعني السابجكت، ولكن هذاك السابجكت والفيرب والتتمه ديالو خاصني نكمل بواحد البريبوزيشن اوف بليس وهذاك المكان اللي كان قبل الفراغ. اوكي، نمشيو للامتحانات الوطنيه ونحاولوا نركزوا على الهضره اللي قلت باش نحاولوا نخدموا سي وان باي وان. نمشيو للامتحان الوطني ديال سنه 2017 دوره الاستدراكيه شعبه الاداب و العلوم الانسانيه مسلك الاداب كما كتشوفوا، وغنمشيو لللانجويج ديالك نتوما. اوكي، وغنشوفوا ان سؤال كلاسيكي كيتحط فيما يخص الرولاتيف برونونس الادفيرس. هنا fill in the gaps with the appropriate words from the list. الجمله الاولى شنو عندنا؟ I know a good restaurant. A restaurant is a place. اوكي، ريستورا مكان. اوكي، we can try Mexican food. هنا عندنا ثلاثه الخيارات: that, who, where. ورا سبقت وقلت لكم في الجزء السابق ان ملي تكون that who يعني راه حتى وحده فيهم صحيحه. خلينا نسير من الهضره، نمشيو دابا بالنسبه للريستورانت باش نعرف ان راه صحيح وخصني ندير وير. غنجرب هذه الجمله هذه: we can try Mexican food in a good restaurant. In a good restaurant يعني ممكن اننا نجربو نذوقو هاد الاكلات المكسيكيه في يعني هذا الوتي ريستورانت، يعني المطعم الجيد. اوكي، هنا باش كنتاكد، اما هي راه واضحه وضوح الشمس. We can try a Mexican food in a good restaurant. I know a good restaurant. يعني هنا التكرار ديال هذه a good restaurant. That's why you put where. يعني هنا اللي كتدل على مكان. اوكي، اعرف يعني مطعما جيدا الذي فيه اوكي يمكن ان نجرب اكلات او طعام المكسيكي او الوجبات المكسيكيه. نمشيو لامتحان وطني اخر، ودابا يكون خاص بالعلوم الانسانيه، شعبه الاداب والعلوم الانسانيه مسلك العلوم الانسانيه الدوره العاديه سنه 2011. يعني مشيو نهربوا شويه بعيد، مشيو السؤال الخاص بالرولاتيف برونونس والرولاتيف ادفيرس. هير فيل ان ايتش جاب ويذ ان ابروبريت وورد اور اكسبريشن فروم ذا ليست. نمشيو للجمله رقم 4 هي اللي كتهمنا يعني في الدرس هذا. عندنا the village، فراغ the village، الفيلاج كلكم كتعرفوه. we grow up، اش كتبدا الجمله اخرى، has completely changed. عندنا the village اسم مكان، وعندنا we grow up يعني هنا خصني نجرب. we grow up in the village
هنا ملي كتكون الجملة ملائمة يعني كنعرف أن هنا خصني ظرف مكان، أوكي، يعني the village where، ممكن ندير the village which، أوكي، ممكن ندير the village which كون ما تصابش هاد القضية ديال ال preposition of place، أوكي، we grow up، ولكن ميمكنش ندير in the village، أوكي، أما whose ما يمكنش قطعا، وراني قلتها في الجزء الخاص بهذا الدرس هذا أو بهذا الجزء هذا ديال whose، أنه خاص يكون noun وما يكونش معاه واحد article. هنا عندنا subject we، ميمكنش نديرو whose we نهائيا، أوكي. يعني هاد القضية ديال الانتقاء في الامتحان الوطني راه غتساعدكم بزاف أنكم تختاروا الجواب الصحيح. So الجواب الصحيح هو the village where we grew up has completely changed. الفيلاج الذي فيه، اوكي، كبرنا يعني تبدل بواحد الشكل كلي. نمشيو لامتحان وطني اخر اللي هو الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدور العاديه سنه 2015 شعبه الاداب والعلوم الانسانيه مسلك العلوم الانسانيه غير دابا 2015. نمشيو للسؤال خاص باللانجوج وخاص بالدرس هذا بالضبط. اوكي this one yes. Number E say fill in each gaps or fill in the gaps with appropriate words from the list. هنا عطاونا جملتين وخمس خيارات كما سبقت وقلت، قلت اللي عطاونا جوج جمل راه على الاكثر كيعطونا خمسه ديال الخيارات، ولكن اللي عطاونا غير جمله واحده كيعطونا غير ثلاثه ديال الخيارات. هنا جوج ديال الجمل بطبيعه الحال عطاونا خمسه وبعض المرات كيعطونا غير اربعه، المهم علينا عطاونا خمسه. الجمله الاولى كتقول طارق is not satisfied with the new place. Place هما كاتبين place يعني كيقول لك هاك he has to work. So he has to work in the new place. He has to work in the new place يعني هنا باش كنتاكد يعني بشكل كلي انا خصني ندير وير. So we say طارق is not satisfied with the new place where he has to work. اوكي يعني طارق ما راضيش بالمكان الجديد الذي فيه يجب عليه ان يعمل. اوكي يعني الذي فيه يجب ان يعمل يعني المكان اللي خصو فيه يخدم. ندوزو النمبر 2 مادام جينا لهذا الامتحان الوطني. جينا رشيدة هي هنا عندنا انسان، عندنا هنا سينس اوف ريسبونسابيلتي از اكسبشنال. سينس اوف ريسبونسابيلتي هنا عندنا نون بلا ارتيكل وبلا بوزيسيف ادجكتيف. اوكي هنا عندنا نون كيمثل الدور ديال السابجكت ولكن ما فيه لا ارتيكل، ما كاينش هذيك د ولا ا ولا ان ولا ماي ولا يور ولا هيز ولا هير ولا ايس ولا اور ولا يور ولا دير، وهذا راه شرحته بشكل جيد فيما يخص الجزء الخاص بهوز. اوكي ساوي سي رشيده هوز سينس اوف ريسبونسابيلتي از اكسبشنال اولويز جيتس تو ورك اون تايم. رشيده التي يعني عندها حس المسؤوليه يعني التي حس مسؤوليتها يعني اكسبشنال يعني استثنائي، هي دائما تاتي للعمل في الوقت المحدد يعني ما كتعطلش. اوكي سو هير وين وي توك اباوت ناشونال اكزام، هنا ملي كنهضروا على الامتحانات الوطنيه راه فيها فقط املاء الفراغ او اعد صياغه الجمله او صيب سامر. هذا هو الامتحان الخاص باللغه الانجليزيه، لهذا لا يجب ان نضيع النقط ولو ما يكونش عندنا سمع اللغه الانجليزيه وما عندناش واحد الكم الهائل من شرح المفردات او من الكلمات. واستودعكم الله وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. اوت بطبيعة الحال إذا كانت شي ملاحظة فيما يخص نوع ديال الدروس أو طريقة الشرح فمرحبا بها كيف ما بغات تكون بطبيعة الحال، وحتى الاقتراحات ديالكم الدروس اللي بغيتوها تشرح وحتى الاقتراحات ديالكم إذا بغيتوا يعني نديروا فروض أو تمارين أو تمارين خاصة بكذا وكذا. المهم أنا راسي في صدد أنني نبدأ مجموعة ديال الفيديوهات الخاصة بمجموعة تمارين وتصحيح بعض الامتحانات الوطنية إن شاء الله في المستقبل القريب بطبيعة الحال سيف هذا الشهر ماي إن شاء الله. أوكي تحياتي لكم وأستودعكم الله. See you next session إن شاء الله، فيديو جديد ومع درس جديد. تحياتي لكم ودمتم بألف خير.